بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن الـ Code of Practice for Dosimetry High Energy Electron Beam according to TRS 398. يعني إزاي هنعمل Calibration للـ High Energy Electron Beam من خلال بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هو البروتوكول TRS 398. معكم دكتور محمد علي مرسي، فيزيائي طبي من جمهورية مصر العربية. سنة 2000 الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت الـ Technical Report Series Number 398 اللي هو 398، وده خاص بالـ Determination Absorbed Dose to Water للاكسترنال بيم ريدوسر، اللي هو ازاي تحسب الدوز من خلال الاكسترنال بيم ريدوسر بالووتر، ايه من خلال ايه الووتر تانك. تمام، ايه هو البروتوكول؟ البروتوكول بشكل بسيط كده بيكون فيه فورماليزم، فورمه رياضيه نحسب من خلالها الابسورب الدوز بتاعتنا. البروتوكول بيدينا البروسيدورز او الميثودز اللي احنا بنتبعها اثناء القياس علشان نقدر نحسب الابسورب الدوز بطريقه صحيحه، وبيطلب منك ريكوايرد داتا، الداتا المطلوبه منك علشان تقدر تطلع النتيجه النهائيه بشكل دقيق. طبعا هو بيقول لك it is very important that every radiation service center in the world follow recognize the dosimetry code of practice. بيقول مهم جدا ان كل سنتر في راديو ثيرابي ان هو يتبع دوزيمتري كود اوف براكتس، بروتوكول في المعايره بتاعته. طبعا احنا عارفين البروتوكولات متقسمه ناشونال وانترناشونال والكلام ده كله، فاغلب الناس احنا شغالين بالانترناشونال تي ار اس 389. طيب بقول لك لو انت ما عندكش معايره للجهاز بتاعك فهو في ريسك هيكون على المريض، يا اما هياخد ماتش اور تو ليتر راديشن، يا اما هياخد راديشن كتير لما ياخد راديشن قليل، يا اوفر دوز يا اندر دوز يعني. فمعايرة الجهاز مهمة جدا للجهاز وللمريض يعني. طيب هو بيقول ان الموضوع بقى انك انت تحسب الابسورب الدوز تو ووتر يوزك التي ار اس 398، بيقول لك بياخد وقت ومجهود، ولكن الوقت والمجهود ده مقابل ليه انك انت السيفت بتاع المريض اثناء العلاج اللي احنا قلنا عليه. لو الجهاز ما تعيرش المريض يمكن ياخد اوفر دوز او اندر دوز، فده طبعا هيقلل من البنفيتس بتاعت الراديو ثيرابي ويسبب مشاكل كتيره. المريض يمكن يتعرض لدوز عاليه او دوز قليله، فمهم جدا انك انت تكون في استمراريه في معالجه الجهاز بتاعك. طيب يبقى احنا قلنا كده، وطبعا احنا انا شرحت قبل كده الكود اوف براكتس للهاي انرجي فوتون، فاحنا قلنا نعمل بقى كود اوف براكتس نشرح فيه للهاي انرجي الكترون ايه بيم. طبعا ايه المطلوب عشان نقدر نعمل نستخدم ال تي ار اس 398 ككود اوف براكتس للالكترون بيمز؟ قال لك اول حاجه لازم يعني ريفير تو بيم كاليبريشن رينج 3 to 50 ميجا الكترون فولت. يعني هو بيقول لك احنا اول حاجه يكون عندك بيم انت محتاج تعمل له كاليبريشن في رينج من 3 ل 50 مليون الكترون فولت. طبعا عشان تقيس البيم ده لازم هتحتاج الايونيزيشن شامبر. هو بيقول البروتوكول ده بيكون قائم بيست اون الايونيزيشن شامبر، فهو الايونيزيشن شامبر مهمة جدا في الكود اوف براكتس اوف الالكترون بيمز. طيب طالما عندنا ايونيزيشن شامبر يبقى لازم هيكون عندنا حاجة اسمها الكاليبريشن فاكتور. الكاليبريشن فاكتور دي الخاصة بالايونيزيشن شامبر دي اللي هنقدر دي لازم يكون موجود عندنا الكاليبريشن فاكتور عشان نقدر نستخدم الايون شامبر دي في الابسورب توست تو ووتر. طبعا وعندنا الريفرنس بتاعتنا الريفرنس بيم كواليتي الكيو نوت دي، ودي في الغالب بيكون متعاير اجينست الكوبالت 60 او ايه الكترون بيمز. فاحنا كده لازم يكون عندك اشعه الكترون بيم تعمل له معايره، وعشان تعمل له معايره لازم يكون عندك ايون شامبر، وعشان يكون عندك ايون شامبر لازم يكون عندك كاليبريشن فاكتور للايون شامبر دي عشان تقدر تستخدمها في الابسوربت دوز تو ووتر،
والايون شامبر نفسها يكون معروف الريفرنس بيم كواليتي بتاعتها. تمام. طيب ايه بقى الاكويبمنت اللي احنا هنستخدمه عشان نقيس الالكترون؟ اول حاجه لازم، اول حاجه طبيعي يكون عندك الكترومتر، تاني حاجه لازم يكون عندك ايونيزيشن شامبر سواء كانت بارر بليت او السلندريكال شامبر. طيب قال لك طالما عندك الكترومتر وايونيزيشن شامبر لازم يكون معاهم حاجه اسمها الكاليبريشن سيرتيفيكيت، وقال لك الكاليبريشن سيرتيفيكيت دي لازم تكون على الاقل يكون 2 years old، يعني يكون الاكسباير بتاعها على الاقل قدامه لسه سنتين علشان تقدر ايه تستخدمها. السلندريكال تشامبرز اللي هي بتستخدم في الالكترون بيم كاليبريشن هي بتستخدم في كونديشن واحده، لو انت عندك الميجرمنت بتاعتك هتكون above ال 10 مليون الكترون فولت. تمام، يعني من 10 مليون الكترون فولت فيما فوق ريكومندد بالكود اوف براكتس ان هو انك تستخدم السلندريكال شامبرز. تمام، طيب ما تحت ال10 هتستخدم البارل بليت، والبارل بليت ده يعني الشرح اللي جاي بعد كده هيكون خاص بالبارل بليت. تمام، ودي اللي بنقدر نستخدمه، وهي عباره عن الشكل اللي احنا شايفينه ده، وهو بيكون عباره عن فرونت الكترود وباك الكترود، وفي بينهم اير فيلد ميجرنج فوليوم، الفوليوم اللي جوه بين التو الكترودز دول بيكون فيه اير فيلد. تمام، طيب احنا عندنا نوعين من البارل بليت شامبر، عندنا حاجه اسمها الروس ايون شامبر والماركوس ايون شامبر. الروس ايون شامبر ببساطه هي ووتر بروف، تمام، نقدر نستخدمها في الهاي انرجي الكترون. تمام، لكن الماركوس ده الكلاسيك بلان بارل بليت، ده اللي يعتبر اول ديزاين للبارل بليت، ولكن هي مش ووتر بروف. تمام، يعني التحديث بتاع الماركوس هي الروس. تمام، وعشان نستخدم الماركوس في الووتر تانك لازم هحتاج ووتر هتحتاج كاب بروتكشن كاب كده بتحط فوق عشان تخلي الايون شامبر بتاعتك ايه ووتر بروف، فده الفرق بين الروس والماركوس. طب هنحتاج تاني ووتر تانك، الووتر تانك ده هيكون هيتملي بايه؟ بالماء طبعا. ليه؟ الووتر بيكون ريكومندد من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه في الكود اوف براكتس عشان نستخدمه في الكاليبريشن سواء للميجا فولت فوتون او والهاي انرجي الكترون بيمز. يعني بقول لك الووتر لانه يعتبر تقريبا 75% من جسم الانسان ووتر، واجد ان الووتر ده الميديم المناسب انك تعمل عليه ايه كاليبريشن. طيب ايه تاني المطلوب في الفانتوم اللي احنا بنستخدمه في الووتر فانتوم؟ على سبيل المثال احنا لو هنفتح فيلد 10 باي 10 10 في 10، فبيقول لك انت لو فتحت فيلد 8 10 في 10 فعلى الاقل يكون فيه 5 سم من كل حوالين ال 10 سم دول. يعني لو انت تفتح فيلد 10 في 10 فيه 5 سم مارجن كده ناحية اليمين و5 سم ناحية الشمال وفوق وتحت. تمام، ليه؟ هو بيقول لك عشان لو هو اقل من كده هيحصل سكاتر من الوول بتاع الووتر تانك ده هيأثر على الميجرمنت بتاعه. فوجدوا ان السيف ديستانس ان انت تقدر ما تفتح الفيلد بتاعك ويكون في يكون في مارجن حواليه هو ايه ال 5 سم. وقال لك لو انت هتنزل بالايون شامبر بتاعتك تحت سطح الميه اقصى دبسه تنزل عليه على الاقل يكون برضو نفس الفكره في 5 سم سيف ديستانس كده بينه وبين القاع بتاع الووتر تانك علشان برضه فكره ايه السكاتر. فيبقى كده معناه انك انت لو هتفتح فيلد سايز في الووتر تانك بتاعك الابعاد بتاعته يبقى على الاقل لو هتفتح الماكسيمم فيلد اللي انت هتستخدمه في الميجرمنت زود عليه 5 سم من الناحيه دي و5 سم من الناحيه دي وفوق وتحت وفي العمق لو انت اقصى ميجرمنت ديبس هتقيس عليه. فده ده الريكومنديشن اللي جايه من تي ار اس 398 في الووتر تانك اللي انت هتستخدمه في الكالبريشن بتاعك. طبعا هتحتاج باروميتر عشان تقيس البريشر، وهتحتاج ثرموميتر عشان تقيس التمبريتشر، والاثنين يكون معمول لهم كالبريتد. هتحتاج بيبر تمبلت او بيبر جراف عشان تشيك على الفيلد سايز، وهتحتاج ديجيتال ليفل ميزان ميه عشان تشيك على الجانتري والووتر فانتوم لو انت لما تيجي تقيس يعني تشوف تظبط الميلان بتاعه والكلام ده كله.
تمام. طبعا عشان تقيس هتحتاج تستخدم الاكسل شيت، الاكسل شيت اللي جاي من تي ار اس 398 اللي انت بتقدر من خلاله تقيس الالكترون الالكترون دوز. تمام. طيب نيجي للسيت اب بتاعنا. عندك الجانتري لازم تبقى زيرو صفر، الكولوميتر بتاعك يكون صفر، هتحط ابليكيتور 10 في 10 اتاتشت في الهيد بتاع اللينير اكسلوتر بتاعك. طبعا احنا قبل كده شرحنا ازاي بتسطب الووتر فانتوم فهنشرحه تاني. عندك الكروس هير موجود في الهيد بتاع اللينير اكسلوتر، والكروس هير موجود في البوتوم في قاع الووتر تانك بتاعك. عشان تعمل الماتشنج ده بتحرك الووتر تانك تحت الهيد بتاعت اللينير اكسليتور بحيث يحصل ماتشنج بين الكروس هير الموجود في الهيد بتاع اللينير اكسليتور مع الكروس هير الموجود في القاع بتاع الايه الووتر فانتوم او الووتر تانك، بحيث يبقى الاتنين ماتشنج على بعض. تمام. وانس انك انت حققت الماتشنج ده خلاص توزن الووتر تانك بتاعك بميزان المياه بحيث لو في اي ميلان او اي حاجه، وبعد ما تتاكد من السيت اب بتاعك والكلام ده كله تبتدي ايه تملا الووتر تانك بتاعك بالمياه لليفل يكون مناسب للقياس بتاعك. تمام. بحيث يعني انت لو نزلت الميجرمنت بتاعك على سبيل المثال قلنا 10 سم، فانت على الاقل باقي المياه اللي تحت ال 10 سم على الاقل يكون في 5 سم، فانت بتملى الووتر تانك اكوردنج تو الديبس الميجرمنت بتاعك. عملنا السيت اب بتاعنا، نيجي نظبط الاس اس دي. الاس اس دي يعني انت بتشغلها لايت ديستانس انديكيتور بتاعك الموجود في اللينير اكسلريتور بتاعك، وبعد كده بتحط ورقه وتحطها على السيرفس بتاع الووتر، وتظبط انت بقى ترفع الووتر تانك بتاعك الميكانيك بتاعه فيرتيكال كده لغايه ما توصل ايه للاس اس دي. في الغالب احنا بنشتغل على اس اس دي 100. نيجي بقى نحط الانبوبه بتاعتنا. بعد ما ظبطنا الاس اس دي وملينا الميه والكلام ده كله، عملنا الفيلد سايز بتاعنا 10 باي 10، تبتدي بقى تحط الايون شامبر اللي انت هتستخدمها في القياس الانرجي اللي انت الالكترون انرجي بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها في الديتكتور هولدر بتاعها، ونوصلها بالكيبل. في الغالب هيكون كيبل اكستنشن كيبل كده حوالي 30 متر بتوصله، بحيث يبقى يوصل للالكترومتر بتاعك اللي في الغالب بيكون محطوط في الكنترول روم بتاع اللينير اكسلريتور. تمام. خلاص ظبطنا الايون شامبر ووصلناه. نيجي نقيس بقى، يعني خلاص احنا كنا حطينا الميه وحطينا الايون شامبر، مش معنى ذلك احنا نقيس على طول. في حاجه اسمها البوزيشن اوف ايون شامبر ان ووتر، ودي الريفرنس بوينت بتاعت الميجرمنت بتاعتنا. الريفرنس بوينت بتاعتنا احنا بنستخدمها في الميجرمنت في سلندريكال شامبر سواء الفارمر. احنا مش بنقيس بقى في زي ما احنا قسنا في الفوتون اللي هو الهاف اميرسد، لا احنا بنقيس ديستانس 0.5. يعني ال 0.5 دي مضروبه في الراديوس بتاع الايون شامبر، بتكون على الاقل ديبر، يعني بتنزل تحت سطح الميه. في لما تيجي تضرب ال 0.5 في الار هيطلع لك رقم، الرقم ده اللي هتنزله تحت سطح الميه، ده الريفرنس بوينت بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في قياس الهاي انرجي الكترونز. قلنا في الطاقات اللي بتساوي او اكتر من 10 مليون الكترون فولت. اما بالنسبه للطاقات اللي هي اقل من 10 مليون الكترون فولت احنا بنستخدم البلان بارل بلاد شامبر، قلنا الروس او الماركوس، ودي الريفرنس بوينت بتاعتها اللي هي الانر سيرفيس اوف ذا انترنس ويندو. يعني انت الايون شامبر بتظبطها تحطها على السيرفيس بتاع الووتر، ف وانس اللي هي لم عملت مماس كده او لمست سطح المايه بتاعك يعتبر ده الريفرنس بوينت بتاعتك، وتقدر تشوفها من تحت سطح المايه كده بعينيك. لما تبتدي تحرك الايون شامبر فوق او تحرك الايون شامبر بتاعتك فوق او تحت كده لغايه ما تلاقي الايون شامبر عامله ميرور كده في السيرفيس بتاع الووتر، فكده ده كده تقول انك انت كده ظبطت الانبوبه بتاعتك في الريفرنس بوينت بتاعت الميجرمنت بتاعتك. وده الشكل النهائي للسيت اب بتاعنا. يعني احنا هنا لو هنستخدم البارل بلات فانت عندك اس اس دي 100 فيلد سايز 10 باي 10، وحطينا الايون شامبر بتاعتنا في الريفرنس بوينت بتاعتنا. تمام. والاين شامبر سواء السلندريكال شامبر
قلنا هتكون ديبر زان، يعني مش هتكون في الهاف اميرسد او في بتنزل تحت شويه 0.5 في الار، وده وبعد كده نظبط الاس اس دي وحاطين الابليكيتور بتاعنا 10 باي 10. تمام، خلاص احنا ظبطنا الدنيا والكلام ده كله. قلنا هننزل ايون شامبر للريفرنس ديبس اللي احنا هنقيس عليه، بس ده هيتشرح ايه كمان شويه يعني. تمام خلاص ظبطنا الفانتوم، نيجي بقى نقيس الحاجات اللي فاضله، التمبريتشر والبريشر بتاعنا. قال لك يعني يفضل انك انت عشان تقيس التمبريتشر اكوريت انك انت من قبلها بيوم او الليله اللي قبل الميجرمنت انك الوتر بتاعك، الوتر تانك بتاعك او الخزان بتاع الميه بتاعك، انك انت تبيته داخل غرفه اللينير اكسليريتور بحيث يحصل توازن للتمبريتشر يعني. تمام نفس الحكايه، احنا قسنا البريشر التمبريتشر، نقيس ايه البريشر ونسجل، ويفضل يكون معاك فيزياء تاني، عين تانية تشوف تشيك على السيت اب بتاعك والقراءات بتاعتك. خلاص احنا جاهزين ان احنا دلوقتي ان احنا ايه نعمل ميجرمنت. هنفتح الاكسل شيت بتاعنا تي ار اس 398 ونبتدي ناخد القراءات بتاعتنا. طيب الاكسل شيت بتاعنا بيكون متقسم كذا سيكشن، سيكشن خاص بالكونديشن اللي احنا هنقيس عليها، وسيكشن خاص بالانفورميشن او ريفرنس كونديشن الالكترومتر والايون شامبر تعمل لهم معايره فيه، والجزء الخاص بالميجرمنت بتاعنا، او الجزء اللي هو خاص بالريفرنس كونديشن، قصدي بالكونديشن بتاعتنا احنا اللي هنقيس عليها، بيكون عباره عن تكتب الموديل بتاعك اللينير اكسلريتور بتاعك، الدوز ريت اللي انت هتقيس عليها، الفانتوم اللي انت هتقيس عليه ووتر فانتوم او بلاستيك فانتوم، الفيلد سايز اللي انت هتستخدمه 10 باي 10، احنا قلنا هنحط 10 باي 10 ده الريفرنس او ده الفيلد سايز اللي احنا هنستخدمه، الانرجي اللي انت هتقيسها. نيجي بقى للار 50 والبيم كواليتي اللي احنا الموجودين في الاكسل شيت. ايه هما بيقيسوا يعني قال لك الكواليتي بتاعنا او الكواليتي بارامترز يوزد فور الميجا فولت الكترون بيم، بيقول لك حاجه اسمها الهاف فاليو ديبس اللي هي الار 50. تمام يبقى البيم كواليتي بتاع الالكترون بيم اللي هو حاجه اسمها الار 50. تمام ده البيرسنت ديبس دوز بتاع الالكترون. تمام فقال لك ان الار 50 دي تعتبر البيم كواليتي، واليونت بتاعتها جي سي ام ماينس اي 2. تمام دي المفروض البيم كواليتي بتاعتي، احنا قلنا زي الفوتون كده ماليه بيم كواليتي، فالالكترون برضه دي البيم كواليتي بتاعه، البيم كواليتي بتاعه بيسمى الار 50. طيب المشكله قال لك ان الار 50 دي، الار 50 ده الكيرف بتاع الار 50 ده الميجرمنت ويز ايون شامبر يلد ايونيزيشن ديبس كيرف اللي هو اللونه ازرق. تمام قال لك نوت ديبس دوز ديبس كيرف دوز ان ووتر، يعني قال لك هنا هي في مشكله هنا ان الايون شامبر بتاعتك في القياس بتاعنا العادي بينتج كيرف اسمه الايونيزيشن ديبس. تمام الايونيزيشن ديبس يعتبر دوز ان اير نوت ديبس دوز كيرف اللي هو الدوز ان ووتر، فهنا مشكله. احنا البيم كواليتي المفروض احنا بنقيس في ووتر مش بنقيس في اير، فتمام فعشان نطلع من المشكله دي راح عاملين معادله حطوا فيها ال R50 ion اللي احنا اللي هي المفروض بتطلع من ال percent depth dose curve، وتعوض في القانون ده بحيث يطلع لنا في الاخر اللي هي ال R50 اللي هي ال percent depth dose في الوتر. تمام طبعا هو قال لك لو ال R50 اقل من 10 يبقى هنستخدم الفورميولا دي القانون ده، ولو اكتر من 10 هنستخدم الايه الفورمولا دي. تمام فاحنا في الار 50 دي اللي احنا قسناها ميجر اللي احنا جبناها من الكيرف بتاعنا هنحط قيمتها هنا اوتوماتيك، هتروح محسوبه القيمه بتاعت البيم كواليتي اللي هي ار اللي هي الار 50 الثانيه دي اللي هي الار 50 هاف فاليو اوف ديبس دوز ديستريبيوشن ان ووتر. تمام اوتوماتيك اكوردنج بقى للدي، لو احنا زي ما احنا قلنا الار 50 ايون دي لو اقل من 10 القانون هيطبق القانون ده، لو اكتر من 10 هيطبق القانون ده.
تمام. فاحنا هنا مثلا على سبيل المثال 4.97 مثلا، فهو الاكسل شيت جواه بيحسب اوتوماتيك، فانت لما تحط القيمه دي هو بيحسب لك القيمه بتاعت البيم كواليتي، فهنا حطها اوتوماتيك، فدي دي البيم كواليتي بتاعتنا. طب هو ايه فائدتها دي؟ هقول لك بقى هقول لكم فائدتها ايه الناحيه الثانيه. طب احنا كده لما جبنا الميجرت ار 50 حسبنا البيم كواليتي من خلالها. طب هنستفيد ايه؟ هنستفيد ايه من بيم كواليتي؟ من خلال البيم كواليتي هنقدر نحسب الريفرنس ديبس اللي احنا هننزل، يعني الديبس اللي احنا هنقيس عليه في الهاي انرجي الكترون. ازاي؟ قال لك الريفرنس ديبس اللي احنا بنستخدمه بيتعوض في القانون الاتي، اللي هي الار زد ريف بتساوي 0.6 في الار 50 اللي هي البيم كواليتي اللي احنا قسناها من خلال الار 50 اللي هي الايون، تمام. بيتعوض في القانون ده اوتوماتيك، وابتدي ايه ينزل ايه يحسبها لك برضه اوتوماتيك. فالتو لو احنا يعني لو انا اشتغلت على الكونديشن دي وطلعت لي دي وطلعت لي الزد ريفرنس بتاعتي، فدي الدبس اللي احنا هنزلها تحت سطح ايه الميه، تمام. فانت لما تيجي تقيس هتروح قايس على الدبس دي. هنا بقول لك this depth is close to the depth of absorbed dose maximum z، تمام، at كذا but at higher beam quality the deeper than z max، تمام. فهنا قال لك ده الدبس اللي احنا هنقيس عليه. طيب خلاص احنا كده ظبطنا الكونديشن بتاعت اللي هنقيس عليها. نيجي للسيكشن بتاع الانفورميشن خاصه بالايون شامبر الكترومتر. قلنا الايون شامبر الكترومتر بيجي معاهم كالبريشن سيرتيفيكيت. الكالبريشن سيرتيفيكيت دي بيكون موجود فيها الريفرنس كونديشن اللي هم اتعمل لهم اتعمل من خلالهم المعايره بتاعت الايون شامبر والالكترومتر بتاعنا. فهنا مثلا على سبيل المثال الايون شامبر الالكترومتر احنا بيكون في قائمه هنا نختار منها الايون شامبر بتاعتنا، طبعا بيكون لها السيريال نمبر، طبعا السيريال نمبر بيكون نازل في الايون شامبر بتاعتنا، بيشرح بقى الشامبر بتاعتنا الماتيريال بتاعتها جرافيت السيكنس بتاعها كذا، ودي كلها اوتوماتيك. اول ما بتختار الايون شامبر بتنزل اوتوماتيك. هنا بيشرح بيقول الايون شامبر دي ووتر بروف ولا نوت ووتر بروف، لو ووتر بروف السيكنس بتاعها قد ايه. طيب الفانتوم ويندو في الغالب احنا بنقيس فرونت، فانت لو الكالبريشن حصل من سايد ووتر تانك فانت بتحدد هنا بيكتب لك بقى الماتيريال والسيكنس والكلام ده كله. نيجي لاهم حاجه، ده اهم حاجه بناخدها من الشهاده اللي هو الابسورب توست ووتر كالبريشن فاكتور فروم كالبريشن سيرتيفيكيت، تمام. فالكالبريشن فاكتور ده مهم. احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا اصلا لما بنيجي نقيس احنا ما بنقيسش دوز من خلال الالكترومتر، احنا بنقيس تشارج، وعشان نحول التشارج ده للتشارج دي اللي احنا بنقيسها دي لابسورب الدوز لازم هنحتاج الكالبريشن فاكتور بتاع الايون شامبر عشان نعوض في القوانين بتاعتنا. يعني احنا بنقيس ما بيجي نقيس بالايون شامبر واللي هي متوصله بالالكترومتر بنقيس تشارج، ما بنقيسش دايركت دوز، وعشان نقيس ابسورب الدوز لازم نحتاج الكالبريشن فاكتور اللي احنا بناخده من السيرتيفيكيت بتاعتنا، تمام. ويجي هنا يقول لك هي بتكون موجوده طبعا اهي في السيرتيفيكيت بتاعتك الكونديشن بتاعتها. طبعا بيقول لك انك انت قايس بالالكتريكال ولا البيولوجيكال، فانت هنا السيرتيفيكيت بيقول لك بتقول هي جراي على نانو كولوم او الجراي ريدنج، تمام. فانت بيكون متحدد لك النوع اللي انت قيست بيه، تمام. طيب انت الكاليبريشن تم من خلال كوبالت 60 اللي هو احنا قلنا الكاليبريشن كواليتي كيو نوت اللي احنا قلنا عليها، ولا من خلال فوتون بيم او الكترون بيم. الكاليبريشن ديبس الديبس اللي انت عملت عليه الريفرنس كونديشن بتاعتك كان عبارة عن ايه؟ طيب لو احنا ما استخدمناش الكوبالت 60 في المعايره واستخدمنا الفوتون بيم، فهو بيقول لك التيشو فانتوم ريشيو 20 10 للفوتون بيم ده هيكون ايه؟ طبعا التيشو فانتوم ريشيو ده احنا قلنا ده لو احنا ده البيم كواليتي الخاص بالفوتون يعني. ودي بقى الريفرنس كونديشن الخاصه بالبريشر والتمبريتشر والرطوبه بتاعتنا، تمام. ودي مهمه جدا لازم ايه نسجلها، وبتكون موجوده برده في السيرتيفيكيت بتاعتنا.
نيجي للالكترومتر بتاعنا بيكون معمول له حاجة اسمها البولاريزنج بوتنشال، فاحنا في الغالب يا اما 300 يا اما 400. فاحنا لما نيجي نعمل القياسات بتاعتنا هنستخدم يعني اللي هي 300 يا 400. فانا بقول لك الالكترومتر فولتج اوف الاس اس دي ال يوزد فور ذا ريتنج 300 400 ماست هاف ذا سيم، اثناء القياسات بتاعتنا لازم نستخدم ذا سيم فولتج، يعني 300 400. الالكترومتر بتاعنا البولاريتي اثناء الكاليبريشن بتاعه كان بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، ولو في كوركشن فاكتور للبولاريتي افكت بتاعه ولا لا، ولو في البولاريتي بتاعه كان بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف. هنا طبعا العيان شامبر طالعه لك بتقول لك ان هو كان بالبي والبوزيتيف. طبعا هنا بيقول لك النيم بتاع المختبر او المعمل اللي انت عملت فيه المعايره وتاريخ المعايره، الالكترومتر بتاعك الموديل بتاعه سيريال نمبر بتاعه، طيب ساعات الالكترومتر والايون شامبر بيتعايروا في نفس شهاده واحده تمام، وساعات لا. فهنا بيقول لك يعني انت لو الالكترومتر والايون شامبر متعايرين مع بعض ولا كل واحد لوحده. طب لو كل الرينج بتاع السيتنج بتاع الالكترومتر هاي ولا ميديوم ولا لو، نيجي بقى للميجرمنت سيكشن بتاع الميجرمنت اللي هو خاص بينا ايه احنا خلاص عملنا الكونديشن بتاعتنا اللي احنا هنقيس عليها، وعملنا ودخلنا البيانات الخاصة بالايون شامبر والالكترومتر. فبس قبل ما نقيس طبعا لازم اول حاجة نوصل الكونكتنج connect your calibrated ion chamber with the electrometer زي ما قلنا، بنوصل بعد ما نحطه في الهولدر بتاعه في الووتر تانك بنوصله بالالكترومتر الموجود في الكنترول روم الموجود في الخاص بالجهاز. تاني حاجة بنظبط الفولت بتاعنا زي ما قلنا احنا في الكاليبريشن سيرتيفيكيت بيكون الفولتية بتاعتك يا اما بلس 300 بلس 400، فاحنا بنظبط البولاريتي والقيمة بتاعتها قبل ايه قبل ما نعمل الكاليبريشن بتاعتنا تمام. لازم نعمل ورم اب للايون شامبر بتاعتنا، يعني مش لازم اول قراءه تقراها هي القراءه بتاعت الكاليبريشن بتاعتنا او القراءه بتاعت المعايره بتاعتنا، لا لازم نعمل ورم اب ليها يعني. فاحنا بنعرض الايون شامبر بتاعتنا اتليست يعني 500 مونيتور يونت، وبعد ما تعمل 500 مونيتور يونت ده يعني بنخلي يعني في الغالب كده بنقفل الالكترومتر بتاعنا وبعدين نشغله تاني عشان يحصل الاكوليبريم للسيتنج الجديد. خلاص احنا في الاخر احنا بنعاير 100 مونيتور يونت 100 سنتي جراي تمام، فاحنا المعايره بتاعتنا بال 100 مونيتور ايه يونت تمام. نيجي هنا بقى الجزء بتاع الايه الميجرمنت بتاعنا. اول حاجه احنا قلنا نحط الفولت بتاعنا اللي هو بيكون زي موجود في السيرتيفيكيت بتاعتنا. طبعا كل القياسات بتاعتنا يعني انت الرقم اللي انت بتطلعه بعد ال 100 مولتر يونت بتحدده هنا، يعني احنا هنا في الجزء ده دي القرارة بتطلع لنا في الالكترومتر مثلا بالنانو كولوم. فاحنا هنا في الجزء ده القراءة بعد ما نعمل ناخد 3 قراءات او 4 او 5 قراءات وناخد الافريج بتاعتها ندونها هنا تمام، وهنا بنحدد بقى بالنانو كولوم ولا بالدايركت ريدنج. طبعا هنا احنا بنحط قيمة المونيتور يونت اللي احنا استخدمناها، في الغالب احنا بنعمل 100 مونيتور يونت. الام واحد ده القراءة الناتجة من خارج قسمة القراءة ريدنج هنا على النمبر اوف مونيتور ايه يونت. هنا دي الكونديشن بتاعتي بقى البريشر اللي انا بقيسه في الروم اللينير اكسلريتور روم، التمبريتشر اللي هي جوه الووتر تانك لما بتيجي تحط الثرموميتر جواه، ودي الرطوبة بتاعتنا بتاعت الغرفة. في الغالب البريشر والرطوبة دول هيكونوا ثابتين معاك على طول أثناء القراءات بتاعتك ما بتغيروش، التغير هيكون دايما في التمبريتشر بتاعك. ده الاير بريشر اند تمبريتشر كوركشن فاكتور، وده زي ما قلنا البي نوت والتي نوت دي الريفرنس بريشر تمبريتشر اللي احنا جبناهم من السيرتيفيكيت بتاعتنا واللي احنا سجلناهم قبل كده.
ودول موجودين في السيركت زي ما قلنا. طيب هنا مثال، يعني انت لو تي نوت الريفرنس بريشر تمبريتشر 20 و101، وانت قست بعد كده التي بتاعتك دي الميجرمنت او دي الاكتشوال الموجوده في اللينر اكسلريتور روم، فالكوركشن فاكتور للبريشر تمبريتشر هتحسب بالطريقه دي، هيطلع لك الرقم اوتوماتيك في الاكسل شيت، هو بيطلع اوتوماتيك، القراءه بتطلع اوتوماتيك معاك. تمام. طيب هنا بيقول لك لو الايون شامبر والالكترومتر بتاعك كالبريتد توجيذر، فانت القيمه بتاعت الكي إلاك دي بيكون رقم، بيكون ايه، واحد. البولاريتي بتاعنا احنا قلنا لو احنا هنبدا مثلا بالبوزيتيف 300، فالقراءه اللي انت حطيتها هنا هتحطها هنا. تمام خلاص، يبقى انت ال 300 لها مكان الاول هتحطه هنا، وفي البولاريتي هتحط القيمه بتاعتها هنا. تمام، زي ما احنا قلنا بالبولاريتي والقيمه والبوزيتيف او النيجاتيف. تمام، نيجي هنا اللي هي القراءه النيجاتيف. احنا قلنا اول قراءه بالبوزيتيف 300، تاني قراءه هتعملها بالنيجاتيف 300، هتغير البولاريتي بتاعك وتقيس برضو 3 قراءات او 4 قراءات وتاخد الافريج بتاعهم. تمام، وفي الاخر هيدينا بولاريتي افكت كوركشن فاكتور بين الافريج بتاع البوزيتيف ريدنج والافريج بتاع النيجاتيف ريدنج على ال 2 ام، والام دي ممكن تبقى بتاعه البوزيتيف او النيجاتيف. تمام، يعني حسب الاكسل شيت هو اللي هيحسبها اوتوماتيك يعني. تمام، وده مثال، يعني احنا قلنا لو احنا البوزيتيف بتاع البولاريتي بتاع قراءته كذا والنيجاتيف بتاع البولاريتي بتاع قراءته كذا، فعوضنا في القانون دايركت، فالبوزيتيف بتاع عوضنا وضربنا وضرب، فطلعت لك القيمه اللي هي الكوركشن فاكتور بتاع الايه، البولاريتي. تمام، نيجي للكومبينيشن كوركشن فاكتور، هنا هتحط قيمه الفيو واحد اللي هي احنا قلنا البوزيتيف 300. البوزيتيف 300 لها 3 اماكن، اول حاجه في اللي هي بتحطها اللي هي بتقسم على 100 اللي هي النمبر اوف مونيتور يونت، والتانية مره بتحطها في البولاريتي كوركشن، وتالت مره بتحطها في الكومبينيشن كوركشن. تمام خلاص. تاني حاجه الفي 2، الفي 2 قلنا دي ريديوست، يعني انت مثلا على سبيل المثال لو انت عندك الفي 1 300، فالفي 2 ممكن تحطها 100، هتقلل البولاريتي بتاعتك، قصدي الفولتيه بتاعتك، هتخليها بدل ما هي بلس 300 هتخليها بلس ايه، 100. هي بتساوي زي ما بقول كده، بتساوي ايكوال تو 1 سيفت، يعني من تلت تلت تقريبا، يعني تلت الفي 1. فانت لو في ال1 بتاعتك حطيتها 300، الفي 2 هتبقى ايه، 100. تمام، هتغير نفس الفكره، هتعمل 100 في بوزيتيف وتقيس دي الريدنج بتاعت البلس 300، ودي الريدنج بتاعت الماينس البلس 100. تمام، البيم تايب بتاعنا في الغالب بيكون بلس. ودي الريشيو بتاعت الفي 1 على الفي 2، والام 1 على 2 دي الريشيو بتاعت الام 1 على الام 2. خلي بالك الحاجات دي كلها اوتوماتيك، يعني انت مجرد بس بتدخل في الفي 1 كل ما هو القيمه الخاصه، يعني الارقام اللي انت بتدخلها الميجرمنت هي الخاصه بكلمه اللي قصاد كلمه في بتدخله ده، الاشياء او الخانات التانيه بتتحسب اوتوماتيك. تمام، طيب احنا حسبنا الفي 1 على الفي 2 والام 1 على ام 2، هيطلع لنا حاجه تانية اسمها الاي نوت وان 1 اي 1 واي 2. دي حاجه اسمها اللي بنستخدمها، القيم دي بنستخدمها من تيبل 9 عشان نستخدم الكي اس لاير كومبينيشن ايه، كوركشن. فعلى سبيل المثال يعني احنا حسبنا الفي 1 على الفي 2 طلع لنا 2، هو اوتوماتيك الاكسل شيت هيحسبها لك، هيحسب لك الاي نوت والاي 1 والاي 2 اوتوماتيك. ولو حسبنا في 1 على في 2 طلع 2.5 مثلا، القيمه بتاعتها هتتحسب اوتوماتيك. تمام، فاحنا الكومبينيشن فاكتور اتحسب، احنا طبعا لما حسبنا في 1 على في 2 نقدر من خلاله نطلع قيمه الاي نوت والاي 1 والاي 2. تمام، وعندنا قيمه الام 1 على الام 2 والام 1 على الام 2 جايبينها قبل كده، فقدر يحسب لنا اوتوماتيك قيمته. وده مثال، يعني احنا قلنا لو الفي 1 300 والقراءه بتاعته الافرج بتاعت القراءه بتاعته 1.44، والفي 2 بعد ما عملنا ريديوز خليناها بلس 100 والقراءه بتاعته كذا،
ولما عملنا في واحد على في اتنين طلعت بتلاتة، وتعود اوتوماتيك في الجدول اللي هو الناين ده، في ان الانوت والاي واحد والاي تو طلعت المعادل التعويض بتاعهم بالقيم دي، ولو عوضناهم في الدايركت في القانون ده طلعت لنا قيمة الريكومبينيشن كوريكشن ايه فاكتور، وده كله بيحسب اوتوماتيك. خلاص احنا حسبنا كده، نقدر نعمل بقى ايه الـ طيب الام. خلاص احنا حسبنا كل اللي احنا محتاجين نقيسه، دلوقتي نقدر نعمل بقى الدوزيمتر ريدنج الخاص بعد ما الريدنج بتاعنا، بعد ما عملنا كوريكشن فاكتور لكل البارامترز اللي عندنا. فالام كيو دي بيقول لك this is the dosimeter reading after being corrected with all factor collected above، تمام. فدي القراءة بتاعتنا اللي احنا ايه هنعملها. الام واحد احنا طلعناها قبل كده اللي هي كانت 100، اللي هي القراءة على ال 100 مونيتور يونت. الكي تي بي اللي هو البريشر والتمبريتشر كوريكشن فاكتور، والكي اي ال سي اللي هي الكوريكشن فاكتور خاص بالبولاريتي، والبولاريتي ودي خاصة بالكومبينيشن فاكتور، ودي الخاصة زي ما قلت لكم لو هما الاتنين متعايرين مع بعض فدي هتبقى الكوريكشن فاكتور ده بواحد، فهنا هيطلع لنا القيمة على طول. وزي ما قلنا القيمة دي هتطلع بالنانو كولوم أو بالريتك. طيب خلاص احنا عوضنا في القانون ده وعملنا على الزد ريفرنس بتاعتنا الابسورب، احنا اللي قبل كده اللي هي الريدنج دي كانت كوركشن، فاحنا دلوقتي عايزين نقيس الابسورب دوز، فاحنا جبنا قيمه الام كيو، تمام، دي اللي احنا جبناها من شويه، وده الكالبريشن فاكتور اللي احنا جبناها من السيرتيفيكيت بتاعتنا، والكي كيو دي اللي هي بتنزل اوتوماتيك، يعني هي بتتحسب اوتوماتيك هنا لما ندخل الداتا بتاعت الايون شامبر بتاعتنا. وانس اللي احنا خلاص خلصنا القراءة بتاع دي ودخلنا القيمة بتاع دي، الابسورب الدوز الخاصة بالالكترون بيم اللي احنا بنقيس فيها هتتحسب ايه اوتوماتيك في الخانة دي، تمام. وانس خلاص ما هي اتحسبت دي الابسورب الدوز ات ريفرنس زد ماكس، وانس اللي هي اتحسبت بنروح على التي بي اس بتاعنا اللي احنا مدخلين في الداتا بتاعت الالكترون بتاعنا، ونقيس ونشوف ونقارن بين الميجرد دوز والكالكوليتد دوز ونشوف هما زي بعض ولا لا، تمام. شكرا لحضراتكم وشاكرين لحسن استماعكم.